السلام عليكم. أنا طالبة في السداسية الخامسة قانون عام. تحية نضالية لاتحاد الطلبة. من كما تشوفوا الطلبة مع تسمين هذه 20 يوم أو تقريبا 40 يوم مع تسمين في البرد وفي حالة يعني خايبة بزاف، يعني تنعسوا في الأرض والبرد. وواحد الحالة أنا جيت انضميت لهم واحد اليومين وحلقي دابا مريض وكتفي وذاتي جو سوي تالمون، يعني حاسه براسي عيانه بزاف. وانا براسي عندي الامتحان بعد غدا، ولكن جيت انا تنشوف يعني تضامنا مع الطلبه اللي بحالي، لان تنحس بهم. حتى حنا عندنا ظروف وبزاف الناس اتصلوا عليا من هنا ومن هنا، اللي مساكن مرض عندهم حاله وبائيه، اللي قاستو كورونا، اللي دخل للسبيطار، اللي ولادها مرض مسكينه تتقرا، ولدها مريض في المستشفى دابا حاليا في السداسيه الخامسه قانون عام. يعني ها اللي في المستشفى، ها اللي هذا اللي مع الرحيل، بزاف ديال الظروف وزربوا علينا. الاعتصام بسبب بسيط جدا، طلبوا التاجيل ديال الامتحان لغايه 31 في الشهر او 10 فيفري بحال المؤسسات الاخرين اللي هي في مكناس. وما تيقول لك لا الحاله الوبائيه، واش الحاله الوبائيه فقط على ما على كليات الحقوق؟ وما وعلاش كليات العلوم عندهم حتى 31 وكليات اخرى حتى 31؟ دونك الطلبه قاموا باعتصام سلمي واضراب سلمي واضراب عن الطعام وسخفوا وتعرضوا لبزاف ديال الامور. ودابا راه كاين اكثر من 200 شخص، اكثر من 200 طالب هما واقفين قبالة الباب وتيغوتوا من الصباح تنطالبوا، يعني تنتمناوا يشوفوا من حالنا، لان الامر بسيط. تم تاجيل الامتحان بالنسبه للكليات الاخرى، يعني بزاف الكليات غادي يدوزوا في 31 في هذا الشهر، وغادي يدوزوا عن بعد، وعندهم داك كيوسيام، يعني عندهم بزاف ديال الامور اللي مسهله بزاف، ولكن حنايا الامور عندنا صعيبه. كما انني تعرضت للتهديد ايضا من طرف بعض الناس في الاداره اليوم، تقولوا لي سيري بحالك ولا ما يعجبك حال. وانا عاد انضميت مع اتحاد الطلبه، ماشي ضد، ماشي مع شي جهه سياسيه او فاصل او اي شيء، بالعكس انا مع الدوله ديالي، مع ملكنا، يعني الله الوطن الملك. هذا النضال وهذا التضامن هذا تيوحد التراب ديالنا، تيوحد الطالب المغربي، تيخلي يعزز الوطنيه فينا. كاين اللي معتصم شهر 40 يوم، كاين اللي بدا 20 يوم. انا جيت يلا انضميت هذا ثالث يوم، رابع نهار الرابع بالحق، ما تنباتش هنايا ولا تنضامن معاهم، تنوقف معاهم تنشوف الحاله ديالهم. بزاف ديال الاغماءات، واحد جوج طالبات اللي كنت انا معاهم يعني اغمية عليهم لانهم ما واكلينش، وحتى اللي كلاو يعني نقول لك بحال بتي ساندويتش صغير قسموه صديقات، يعني واحد الحاله جد يعني رهيبه يعني. والبرد بزاف، البرد بزاف. حنا انا كنت لابسه المونطو ولابسه الحوايج بزاف، وجاني البرد ومرت. وما هضروا مع بعض الاشخاص ولكن ما سمعوش، لان اتحاد الطلبه هو مستقل. يعني حنا بحال دابا الواحد حنا تنحددوا شخص تيهضر بالحق، داك الشخص ماشي بالضروره هضر نيابه على الكل. يعني مثلا بينا حنايا 100 ولا داك في الاطار او يعني لا ما سمعوا ليناش كاملين، ما تصنتوا ليناش، ما وصل لهمش الميساج نيشان. وطلب التاجيل حنا طلبناه علنا وعلنا عليه في اللايفات،
وزعما هضرنا وشاركنا هذا الشيء مع العالم وما سمعوا ليناش. عندي انا الامتحان بعد غدا، ولكن انا مع الطلبه اللي داروه انا معاهم، انا ماشي ضد القانون، انا مع القانون ومع الدوله المغربيه ومع كطالبه اللي تيقيس الطالب اللي معايا تيقيسني. ونتمنى يشوفوا من حالنا يعني اكثر، ويجي شي رد او شي قرار يعني في الحين. ما كرهناش يقول لك تم الغاء الامتحان وغادي ناجلوه ل 31 في الشهر ديال يناير. فهذا هو الطلب، تنتمنى. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.